الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر اللايك لكي يصل هذا الفيديو للناس الذين يشكون من الأمراض المستعصية. طلب الله يحفظ الجميع ويشفي الجميع. يعني يجب أن تضغط على زر اللايك، تضغط على زر إعجاب، لابد وضروري لكي تساعد اليوتيوب أن يعرف هذا الفيديو أنه مهم لكي ينشره أمام الناس يدخل إلى منازل والناس يعني لديهم أمراض ويريدون أن يشفون بإذن الله. يعني أنت لما تضغط على زر إعجاب اليوتيوب، يعني المحرك اليوتيوب سيضع هذا الفيديو في أيدي الناس الذين يبحثون عنه، الناس الذين يشكون من المرض. أما أنت تشاهده والآخر يشاهده والآخر يشاهده، أنا أعلم أنك ليس عندك مرض، أنت تشاهد ليس عندك مرض، فأنت تشاهد وتخرج والآخر يشاهد ويخرج، والفيديو سيصبح يعني مؤرشف، اليوتيوب لا يعترف بهذا الفيديو. فالناس، هناك ناس لديهم أمراض يريدون أن يشفوا بنا، يريدوا ذكر آية مجربة، ذكر مجرب، أي شيء أي شيء. يعني نحن الحمد لله بصحة جيدة، لا نحس بالمريض، ولكن لما الإنسان يكون مريض يحس بالمريض، يحس أن ذلك المرض يدفع الثمن الذي هو عنده لكي يشفى من ذلك المرض والوجع الذي هو عنده. فهمتم؟ يجب أن تضغط على زر لايك، ضروري وأساسا تضغط على زر لايك كي يصل الفيديو لعديد من الناس الذين يشكون من المرض. هذا الشخص يسأل عن مرض يعني مستعصي، يريد أن يشفى الشخص منه بإذن الله بمساعدته، ذكر أو آية أو صورة أو أي شيء. من مجرباتي أنا بإذن الله، من الشيء الذي رأيت فيه نتيجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن يجب أن تفهم، يجب أن تفهم قبل أن ندخل في الموضوع. المريض يجب أن يصر ويكثر، ليس فقط أن يقول بعدد 100 أو يقول 1000 ويتكلم مع الشخص أو يقف، لا، يجب أن يقول اليوم كله يشفى بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا من مجربات. أنا سأعطيك أسهلها، لا إله إلا الله تشفي كذلك، ولكن وسأعطيك أخرى هي أسهل، اسم أسهل يشفي أي شيء، الله فقط. إذا كان عندك مريض في المسجد، لا يا إخوتي، دعكم من التكلم. طبعا المشكلة عندكم، لا أعرف أنا كيف سأشرح لكم بالدرجة المغربية أو سأشرح لكم اللغة، المشكلة أنكم تتكلمون بعضكم بعضا، وهنا يستغل لك الشيطان والجن. إذا كان عندك شخص مريض، دعه، قل له يا فلان اذكر الله واخرج واغلق البيت، واغلق البيت واغلق البيت واخرج من البيت، قل له اذكر الله فقط من اليوم، من الصباح حتى للظهر، يعني بعد 3 ساعات متى وانت تدخل إلى البيت، لا، ليس اليوم كله وانتم في الترترة والكلام الفارغ والترترة لن يشفى اي احد بالترترة. اقول لك من هنا، اذا كنت تريد ان تترتر وتعلق وتعاكس وكذا وكذا، لن تشفى. اخرج من هذه القناة واذهب ابحث على مجربة اخرى، واذهب عند الطبيب، واذهب، لن تشفى بالترترة، لن تشفى بالكلام بعضكم بعضا. وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدوني. الله خلقك باش تعبدوا، خلقكم باش تعبدوا، ماشي الترتر الترتر اليوم كل. كيف سيشفى هذا المرض وانتم تتكلمون اليوم كلكم تتكلمون في كلام فارغ؟ اذا كان عندك مرض وانت مرض، اعتزل الناس وابدا تذكر الله 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 جهرا في بيتك، الله الله الله. اتحداك اذا قلت اليوم كل لا تشفى. فهمتم؟ يعني يجب يكون لكم اليقين، هذا هو اليقين الذي عندي أنا، ربما ليس عند الآلاف. لهذا أنا لا أبالي بك، لا أبالي بالناس المعاكسة وبالناس، لأن أنتم يعني مستواكم ضعيف جدا. فهمتم؟ يجب أن تكون عندك النية الحقيقية، أنا مريض، أعتزل الناس، الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا إله إلا الله، الله 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 الله، أذكر اسم الخالق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسم الله يشفي، يكثر منه المريض، يقول اليوم كله، يوميا اليوم كله، اعتزل الكلام والفراغ والتفاهات والكلام الفارغ بعضكم بعضا،
لا، لمست هذا. أنا لماذا أتكلم؟ لأن أنا حللت عقولكم، حللت مجتمعنا. أنا أعرف مجتمعنا، رأيت أن المجتمع يتكلم بعضهم بعضا كثيرا، يتكلمون بعضهم بعضا كثيرا ولا يذكرون الله، فكيف ستشفى؟ تجد أنك تكلمت مع الشخص ومع الناس ساعتين، ساعتين أذكر فيها الله الله 10,000، 10,000 أو 7,000، تقريبا 10,000، وأنت تقول الله الله 10,000 ساعتين التي ستخسرها مع الناس والكلام وفلان وفلان. وكل مرة يأتي شخص يدخل المنزل، والضيوف أتوني وفلانة أتتني وفلانة أتاني، وأقابل فلان وأبنائي وزوجي، والدنيا تفتن وكذا وكذا، الشياطين يستغلونك بالأمراض والأسحار والعاين وتجديد الأسحار والعكوسات والنحوسات، حياتك كلها ظلمات. اعتزل الكلام، ذكر الله. من أراد أن يشفى، الله الله يقينا، الله الله خلوة. من أعظم، الله أو الإنس؟ من أعظم؟ الله 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 اليوم كله. وهناك مجربة أخرى أيضا مشهورة للشفاء من الأمراض، فقط ابحث عليها في اليوتيوب، ستجد العديد من الشيخ تكلم عن الصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، فقط بهذه الصلاة فقط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقط. ولكن ليست 100,000 تقول 100 وتذهب تتكلم مع فلان فلانة، تشاهد تلفاز كذا. إذا أردت أن تشفى اليوم كله يوميا، صلاة على النبي تشفي الأمراض المستعصية الذي أحار فيها الأطباء. وأسهل وأسهل شيء وهو ذكر اسم الله، سهل. لو أتينا بشخص لا يعرف العربي وعلمنا الله ينطقها، الله تشفي الأمراض. يعني يجب أن يكون لكم اليقين الذي عندي أنا. أنا أريد أن أزرع فيكم هذا اليقين. لا تأتي وتقول غير في محتواك الفيديو، أو وضع هذه، أو ضع هذه كي الناس تشاهد فيديوهاتك. أنا أقول لك اضغط على زر لايك كي يشاهده الناس، كي يشاهد الناس، كي يصل هذا الفيديو للناس المرضى، كي يصل هذا الفيديو لشخص يريد هذه، كي يصل هذا الفيديو. لا أريد أن أتبع التبعية، أنا لا أتبع أي شخص يفعلون فيديوهات كذا وأنا أريد أن أتبع فيديوهات كذا وأغير من محتواي أو أفعل كذا. أنا هذا هو أنا، إذا يعني أردتني فأنا هذا هو، لا أتغير. فهمت؟ أريدك أن تضغط على زر لايك وأن يكون لك اليقين. أريد أن أزرع فيك اليقين الذي ليس هو عندنا في مجتمعنا اليوم. لا تأتي أنت وتعلمني، فأنا أعلمك اليقين. أنت تعرف الصلاة وتعرف العلوم وحافظ الكتب وقرأت وعندك شواهد، ولكن عندك اليقين. اليقين ليس عندك، السر ليس عندك. كيف تشفى؟ كيف تنجح؟ كيف تتيسر الأمور؟ ذكر اسم الله، الله 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 الله. اترك المريض في بيته يا عباد الله. إذا كان الشخص مريض لا تبدأ بالتطر والكلام الفارغ. إذا أردت أن يقضى لك الشيء اعتزل وافعل خلوة، وقم بخلوة مع الله سبحانه وتعالى. اذكر اسم الله يوميا تشفى من جميع الأمراض كيفما كان هذا المرض إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.